أهلا وسهلا بكم على الجمعية المصرية لرعاية أسر كرة السلة. Welcome to the Egyptian Association for Basketball Family Care. النهاردة إحنا معانا كابتن سمير نصار. كابتن سمير نصار واحد من أكبر مدربين العرب. كابتن سمير نصار مرن في عديد من هو خبير فني واحد ومرن في أكتر في عديد من الدول العربية زي مصر، مرن في نادي الجزيرة، ومرن في السعودية، ومرن في قطر، ومرن في الأردن. هو كمان كان ماسك منتخب الأردن وحصل على العديد من البطولات. وكمان كابتن سمير نصار هو عنده تاريخ كبير في كرة السلة. فالنهاردة هو هيفيدنا بأحد خبراته الكتيرة اللي هو هيديها لنا النهاردة إن شاء الله، وإن شاء الله هنستفيد كلنا. أهلا وسهلا كابتن سمير. أهلا بيك محمد. أهلا. أوكي. Today we do have Today we do have Captain Samir Nassar. Coach Samir Nassar is one of the biggest coaches in the Middle East and in the Arab country. Why? Just not just because he's a big coach and like everyone knows him. No, because he actually had lots of medals and he has coached like in big cities such as Egypt. In big countries, Jordan, Qatar and KSA, and he was also a coach for a national team of Jordan, and he also was working in sport. He's a doctor at the sports science. So today he's going to give us his experience on how is this going, and he will share with us his experience. And this is actually might be a good idea for us like to learn about new stuff. أهلا وسهلا بيك كابتن سمير. كمان يا جماعة اللي ما يعرفش، كابتن سمير هو واحد هو كان بيلعب في الاتحاد السكندري عندنا كمحترف في مصر في عاشر العصر الذهبي، كابتن مدحت وردة وكابتن زاهر عبد الباسط. يعني أهلا وسهلا بيك يا كابتن سمير، اتفضل. أهلا بيك، شكرا شكرا باش مهندس، شكرا، تسلم. ثانك يو. اتفضل يا كابتن سمير، حضرتك تقدر تبدأ. أوكي، مساء الخير جميعا. وفي البداية اسمحوا لي أني أشكر الجمعية المصرية لرعاية أسر كرة السلة، وأشكر بالذات الكابتن إيهاب على إدارته لهذه الدورة القوية، واللي إحنا فعلا كمدربين عرب بحاجة إلى مثل هذه الدورات. وأشكر طبعا مقدم المحاضرة باشمهندس محمد. في الواقع يعني محاضرة اليوم يمكن الاسم بالنسبة للتوبيك هو عبارة عن سيكولوجية كرة السلة أو باسكتبول سيكولوجي. قد يكون الاسم ضخم شوي باعتبار أنه يتكلم بعلم النفس، لكن إحنا في المحاضرة في هذه اللحظة أنا بحاول أعملها بطريقة مبسطة مقربة بين المدربين واللاعبين حتى يستفيد الجميع. بالإضافة أنه أنا ما استعملت الإنفوغرافيكس كباوربوينت أو أشياء تانية، وإلى هدف هذا الكلام المحاضرة بين إيدي موجودة على الورق، ستصلكم عن طريق البي دي اف لما بعتها للكابتن إيهاب بالتأكيد. وهدفي كان عدم وجود أشياء على الشاشة، هو أن يكون عندكم تركيز بالمحاضرة ويكون في آي كونتاكت بيني وبينكم، وهذه أحد عناصر محاضرة اليوم اللي هو التركيز. طبعا سيكولوجية كرة السلة إذا حكينا فيها أو حاولنا نفهم ما هو المقصود، طبعا إحنا السيكولوجية هي عبارة عن دراسة لإنفعالات والحالة العقلية والنفسية بالنسبة لاعب كرة السلة، ونشوف إيش الأفضل بالنسبة له حتى يؤدي إلى إنجاز أقوى وأفضل. لأنه بتعرف كرة السلة هي لعبة أعصاب أصلا، وهي لعبة سريعة وتسمى لعبة الثواني الأخيرة، فهذا يعني أنه اللاعب يكون تحت ضغط خلال 40 دقيقة وكذلك المدرب. فلذلك أنا حبيت أنه أعمل يكون في محاضرة تختلف عن محاضرات الباقي اللي تتكلم عن التكنيك والتكتيك وعن التحضير إلى آخره الأشياء العملية، فأنا هذه المحاضرة قد تكون مكملة. أنا برأيي أنه للأسف الفرق العربية إن كانت أندية أو إن كانت منتخبات تفتقر إلى عنصرين مهمين بجانب المدير الفني ومساعده والفيزيوثيرابيست أو المعالج أو الإداري. أيضا هناك عنصرين اللي هو أخصائي التغذية، للأسف لا يوجد، وأنا ما بعرف لغاية الآن ما بعرف ولا منتخب عنده أخصائي التغذية مقصود فيه مدارس التغذية ومتخصص وليس المعالج، لأن المعالج له تخصص خاص. كمان شخص آخر اللي هو أخصائي النفسي،
هو الشخص اللي بإمكانه أن يساعد المجموعة في رفع عمل motivation ورفع الطاقة الإيجابية الموجودة عندهم حتى يؤدوا في الملعب. وعلى فكرة هذه الأيام أصبح هناك في شيء اسمه mental coach، يعني مدرب ذهني أو مدرب عقلي. طبعا هذا الكلام بيأخذوا فيه دورات ودبلومات، وأنا حضرت إحدى هذه الدورات وصار عندي طبعا شهادة بهدف أن أكمل شخصيتي كمدرب، حتى لو أصبحت يعني بخبرة كبيرة، يعني حوالي 42 سنة في الملاعب، إلا أنه ما زلنا نتعلم. والمفروض كما تعرفون أنه المدرب يجب أن يكون تلميذ للعبة كرة السلة، هو فعلا مدرس للاعبين لكن يجب أن يكون تلميذ للعبة كرة السلة. فأنا أنصح الجميع إذا في إمكانية أن يكون في هناك دورات خاصة بالمنتال ترينينج حتى يكون في عندكم شهادات بمنتال كوتش. نعود للنقطة الأساسية اللي هي محاضرة اليوم. حتى نسهل ويكون المحاضرة شوية مبسطة، تخيل لو كنت أنت ككوتش عندك مباراة فاينل والنتيجة كانت 81-80 وبقي 3 ثواني وأنت خسران هذه النقطة، وجاءت فرصة للاعبك أنه يشوت 2 فري ثروز أو رميتين حرتين. بالتأكيد الضغط النفسي سيكون كبير على هذا اللاعب، ولو تمكننا ندخل في مخ هذا اللاعب في تلك اللحظة بتلاقيه هو في الداخل يمكن بيعمل صلوات كثيرة أنه ينجح في الرميتين حتى ما يخذل فريقه حتى يفوز بالتأكيد. عفواً. وممكن في ناس بكون رايح وعنده رهبة وبقول الله يستر الليل إيش رح يحصل إذا كان لم أسجل النقطتين أو الرميتين. فهذا طبعاً بكون رايح بطاقة سلبية already مهزوم قبل أن يصل إلى خط الرمية. لكن في لاعبين بتلاقي عنده نوع من الشجاعة والحماس بيذهب إلى الرمية وعنده كل ثقة ويقوم بتنفيذ الرميتين، وقد ينجح في الأولى بالتعادل وقد ينجح في الثاني بالفوز. إذن هذا الموقف اللي هو موجود فيه هذا اللاعب لا يحتاج إلى تدريبات رميات حرة. أنا متأكد في بعض اللاعبين يكون عندهم تمرين statistics تاعته أو نسبة تصويب برميات حرة قد تصل 8 أو 9 من 10، لكن لما بيجي في هذا الموقف قد يفقد كل شيء. وأنا أعتقد أنتم معظمكم اللي لعب كرة السلة وجاءت هذه الفرصة وكانت عندكم، في كتير أكيد مر بهذه التجربة وسألناه شو كان شعورك، بقول لك أنا شعرت أولاً أنه في رجفة بيدي، ثاني شيء بقول لك أنا صار عندي إحساس أنه الكرة مش راح توصل السلة. طبعاً هذا الإحساس من وين جاي؟ جاي من عملية عدم تهيئة هذا اللاعب منتلي. هلأ فيزيكلي هو أوريدي كويس، بدنياً كويس، مهارياً تكتيكياً كم أفضل اللاعبين، لكن المايند سيت تبعه هو الأساس في الموضوع. وأنا بعتقد أنه التدريب بكرة السلة اللي يعتمد على اللياقة ويعتمد على المهارة ويعتمد على التكتيكي يغلفهم اللي هو العنصر النفسي أو الإعداد النفسي. فمن هذا المنطلق هناك شيء يسمى القوة الذهنية أو mental toughness بالإنجليزي. هاي القوة الذهنية أو الصرامة الذهنية أو الصلابة الذهنية، إذا تمكنت أنت كمدرب أنك تقنع اللاعبين يصلوا لهذه المرحلة، تأكد أنه لاعبينك دائما سيكونوا بمستوى ثابت في جميع المباريات. أعتقد هذا بجرنا إلى شيء أنه نلاحظ بعض الفرق أو بعض المباريات اللي تتفرج عليها، بعض الفرق بتلاقيهم ups and downs، يعني تلاقي مباراة مبارتين ماشي بمستوى مرتفع وفجأة ينخفض. فهذا طبعا بصير عندك نوع من التساؤلات، يعني شو السبب؟ أنتم المفروض تبقوا في نفس المستوى إن لم ترتفع. إذن النقطة الأساسية في الموضوع هو عدم وجود mental toughness عندهم، يعني بمعنى آخر القوة الذهنية والعقلية عندهم ما كانت جاهزة بحيث يبقى بهذا المستوى ويصل بفريقه دائما إلى الإنجازات وإلى البطولة. من هذا المنطلق إحنا اليوم راح نحكي على 5 عناصر اللي هي تكون منها المنتال تفنس، القوة الذهنية. وأرجو إنه أنتوا طبعا بعدين لما يوصلكم البي دي اف أن تقرؤوها، عبارة عن نقاط طبعا والشرح اليوم بالمحاضرة لهذه النقاط. النقطة الأولى هو التصور اللي هو visualization. التصور مهم جدا بكرة السلة. يعني في كان دكتور بجامعة شيكاغو اسمه جد بياسيوستوس، هذا الشخص عمل تجربة بحيث جاب 3 مجموعات من فريقه اللي بالجامعة، مجموعة قال لهم روح تدربوا رميات حرة عادي في الملعب كل يوم لمدة 30 يوم، المجموعة الثانية قال لهم روحوا اذهبوا بعيد وتصوروا بأنه أنتوا وتخيلوا بأنه أنتوا عم تعملوا عملية التصويب بحركة اليد وبالنظر وإلى آخره، بحيث أنه كل يوم تتمرنوا على فقط عملية التصور. والمجموعة الثالثة قالوا ما تعملوا شيء إنما اجلسوا وتفرجوا على مباريات كرة السلة. بعد 30 يوم كانت النتيجة ملفتة للنظر،
الفريق اللي ما عمل شيء طبعا ما كان في عنده تقدم اي شيء ملحوظ. الفريق اللي كان يتدرب يوميا كان تقدمه 24% حسب الستاتستكس، طبعا عملوا فحص قبلي وبعدين فحص بعد الاختبار. والمفاجأة انه اللي كانوا يتصوروا التصويب كانت تقدمهم 23%، يعني قريبين من اللي كانوا في الملعب. فهذا يؤدي الى النظر ولا الاقتناع بان العقل والمخ بامكانه ان يفجر الطاقات الداخلك في نفسك ويوصلك الى الانجاز العالي. وهذا للاسف ما نفتقده في لاعبينا العرب. قد يكون هناك بعض اللاعبين مميزين عندهم هذا الشيء بالفطره، لكن يجب ان يكون هناك في تدريبات كره السله يوميا موجود التدريب الذهني او عمليه المنتال تريننج. بعد ما عمل الاختبار طبعا توصل الى شيء انه الانسان اذا اراد ان ينجح في عمليه خلينا نقول الرميه الحره يجب ان يستعمل الحواس تبعونه. فكان هناك ثلاث حواس. الحاسه الاولى هو اللمس، باعتبار انه اللاعب لما يقف على خط الرميه الحره بيمسك الكره او يحس او يلمس الكره. الشيء الثاني النظر الى السله ويتخيل كيف الكره تدخل داخل السله، واوريدي عنده خبره كيف تدخل، فبالتالي هذا تخيل او التصور. والشيء الثالث استخدم الاذن وهي عمليه سماع دخول الكره بالسله اللي احنا بنقولها سويش، يعني نسمع صوت الشبك بيهز تحت السله. فقبل ان يشوت الكره عليه ان يتخيل هذه الثلاث نقاط، وهذا يتدرب عليه المفروض في التمرين. يعني التمرين ما بالتدريبات التقليديه انه بيوقف ورا بعض بشوت فري ثرو 10 بيطلع بيجي غيره 20، هذا كلام غير مجدي هذه الايام. احنا يمكن دربنا فيها من زمان، لكن بعد ما تعلمنا واصبحنا نعرف انه الاسباب الرئيسيه ليست فقط بدنيا وفنيا انما ايضا نفسيا، صرنا نهتم بالتدريب الذهني. فبالتالي هذا اللاعب عندما يتدرب بهذه الحركات الثلاثه ومن ثم في المباراه يقوم بتطبيقها بحذافيرها، يعني بمعنى اخر هو بيعمل دريبل كروتين التصوير، لكن في نفس الوقت هو حاسس الكره، بيتخيل الكره هي تدخل ثم يسمع السويتش ويقوم بعد ذلك بالتصويب سينجح وستكون النسبه عاليه. إذا بتلاحظوا في بعض المباريات خصوصا بالان بي اي او بالمباريات المستوى عالي، بعض اللاعبين قبل ما يشوت بيمسك الكره بيده اليسار وبيشوت بايده اليمين، يعني يتخيل او يتصور او يعطي اعاز للمخ انه انا بدي هذه الحركه تنجح. فبالتالي كل الاشارات العصبيه تذهب الى العضلات في تنفيذ هذه. لذلك مهم جدا ان يكون اول عنصر اللي هو التصور، وعلى كل لاعب ان يتصور دائما في عمليه تنفيذ الرمي. النقطة الثانية اللي هي الثقة الكونفيدنس يمكن بإمكاننا أنه نعمل نوع من الثقة بالنسبة للاعبين بعدة طرق طبعا، لكن إحنا هون بما أنه نتكلم عن سيكولوجية كرة السلة يجب أن تأتي الثقة من التحضير الجيد جدا. يعني بمعنى آخر اللاعب لما بيتدرب بجدية وبمستوى 140% مش 100% هذا اللاعب يعني يبدأ بالإحساس بثقته في التدريب، بأنه تمكن مثلا يحرز 5 من 6 بالنسبة للتصويب، أو بإمكانه أنه يعمل سبرينتينج بثواني معينة حسب ما هو موجود وقدر ينجزها. فهذا بعطيه نوع من الثقة أنه بإمكانه في التمرين أنه يعمل هذا الكلام، فبالتالي ينقله إلى المباراة. إذن أول شيء هو التحضير الجيد يؤدي إلى الثقة. النقطة الثانية اللي قناعة اللاعب بنفسه، يعني تخيل انه كيف يمكن للاعب ان يقتنع فيه المدرب اذا هو مش مقتنع بنفسه. كثير في لاعبين كنت اشوفهم انه لما تحكي له بقول له طب ليش لما تروح لليسار بتشوت باليمين؟ يعني اطلع ليه اب يسار؟ اللي ما انا بعرف ايش يسار وخايف اضيعه، هذا الكلام السلبي لانه هو مش مقتنع بنفسه اصلا. اذا الحل الوحيد انه في التمرين يجب ان يكون هذا اللاعب اذا تدرب 20 مرة على اليمين ان يتدرب 40 مرة على اليسار حتى يصل الى قناعة بانه بامكانه ان يضع اليسار. فأنت هون كمدرب بتعطيه نوع من زرع الثقة له على أساس أنه تمكنت أنه تعمل يسار زي ما هو اليمين، ففي المباراة إذا جيت من جهة اليسار عليك أن تنهي اليسار ولا تكون دائما بس لاعب يمين، لأنه لاعب كرة السلة إذا ما بيلعب يديه التنتين فهو يعتبر نصف لاعب. النقطة اللي بعد الابتعاد عن الأعذار، كثير من لاعبينا وأعتقد معظمكم بيعرف أنه بيتحجج بأي شيء، خصوصا إذا لاعب طالع فاست بريك وطالع على السلة حاطط لي أب وطلعت برا، اول شيء بتلاقي بتطلع اصابعه او بتطلع على الحلقه او البورد، يعني بيشعر المدرب انه انا ما لي دعوه، يعني يمكن زلقت من ايدي او انه يمكن الحلقه اعوج. طبعا هذا الكلام مش منطقي،
لأنه أنت طالع سلم بتيجي 100% سكور، فهو بيخلق أعذار. هذا اللاعب هو اللاعب السلبي اللي مش ممكن تركن عليه، هو يجب أن يتعلم من هذا الخطأ أنه أخطأ، لأنه بيجوز رمى الكرة قوية شوي أو أعلى شوي في المنطقة الخطأ، إذا بيتعلم من الخطأ وبعيدها مرة ثانية وبيحرزها. فمن هذا المنطلق الشخص اللي بيكونش عنده ثقة هو الشخص اللي بيختلق الأعذار. إذا أنت كمدرب لا تسمح لهذا اللاعب أنه يعطيك هذه الأعذار، أو أنت إذا انتبهت بتقول له المرة الجاية بتجيب اللي أب، وإلا مثلا في التمرين تطلع سبرينت أو تعمل درج أو تعمل حديد إلى آخره. لذلك لا تعطي فرصة للاعب أنه يفقد ثقته ويبدأ بإعطائك الأعذار، وهذه نقطة مهمة بالنسبة لك. النقطة اللي بعدها أنه يأخذ ما أخذه بالتدريب إلى المباراة. هاي مشكلة عندنا كثيرة بالنسبة للاعبين، كثير بيحكي انه في لاعب تمرين ولاعب مباراه، وهذا هو المقصود. يعني بتلاقي في التمرين يعطيك وبيخدعك، يعني تشعر انه هذا لاعب بجوز بكره في المباراه راح يحط 20 نقطه بس 3 بوينتس، قد ما هو متمكن وعنده حماس الى اخره، بيجي على المباراه بينسى كل شيء، حتى ممكن بينسى البيك اند رول اللي هي اسهل شيء ممكن ينساها، كيف متى يعملها وامتى راح يعملها، فبصير عنده تشتيت. هذا المشكله بتخلق مشكله في ثقته اللاعب، على اساس انه هو كشخص ما قدر يستوعب اللي أخذه بالتمرين وينقل إلى المباراة، فبالتالي ثقته بتنهز مرة ومرتين ثلاثة، وقد تفقد هذا اللاعب الأبد. لذلك يجب أن يكون هناك في تركيز، لأنه في خلال التمرين تعرف أنه هذا اللاعب ممكن يخذلك في المباريات. إذا أنت تبدأ تتكلم معاه بإيجابية وتعطيه موتيفيشن وتقول له معلش إذا أخطأ أول لي أقول له معلش ما في مشكلة، لا أقول له رجع لورا، لأنه صدقوني الصراخ والعتب لن يجدي بالنسبة للاعب. إذا أنت صرخت على اللاعبين بصوت عالي في فترات طويلة، أول 5 ثواني ممكن يسمع، لكن بعدها مش راح يسمع، لأنه يكون هو في تحت ضغطه وضغطه أصلا ضغط الدم تاعه عالي، وهو تحت ضغط نفسي وضغط الجماهير إلى آخره. فبالتالي يجب أن تتكلم معه بأوامر إيجابية على أساس تصحيح أخطاء، فبالتالي لا يشعر بأنه إذا مثلا أخطأ بهذه الحركة تقول له تزيد على عدم ثقته زيادة، إنه تيجي تقول له شو مش عارف تعمل لي أب، تطلع برا مثلا، أو أصعب شيء على اللاعب عندما يقول له اللاعب اللي يقول له المدرب أخرج برا في وقت الخطأ، فبالتالي يشعر اللاعب إنه ثقته يفقدها ولن يعود إلى الملعب. النقطة الأخيرة هو التفكير بالنجومية ويعتبر نفسه أفضل. يعني في لاعبين تشعر فعلا خلال التمرين شرس، يستقتل على الكرة، بحاول يثبت نفسه قدام المدرب، وبالتالي بعد قبل التمرين بيجي بنص ساعة بيتدرب لوحده، وبعد التمرين يبقى يتدرب لوحده. هذا الكلام، هذا الناس اللي عندهم الشغف بتلاقي ممكن تركن عليه، لأنه هو شخص بيفكر بالنجومية، مش جاي يؤدي واجبه ويذهب. فبالتالي هذا الشخص تشعر أنه راح يكون عنده ثقة في الملعب، لأنه هو جاي لهدف، وهذا الهدف حطه بين عينيه وبده يحققه، ومش ممكن يحققه إلا بطريقة أنه يكون عنده النقاط اللي احنا حكيناها، ومنها الثقة. النقطة الأخيرة، ثالث شيء اللي هو التركيز أو concentration. التركيز عادة يعني مهم في كل شيء، يعني إذا أنت كنت في كرة السلة مش مركز لعشار الثانية راحت الحركة، إذا كنت أنت مش مركز حتى ككوتش في عملية اتخاذ قرار خلال يعني أعشار الثانية أيضا يعني ماكسيمم ثانية ممكن تقلب المباراة ضدك. لذلك التركيز مهم في الملعب، وخصوصا أنه بكون اللاعب في فترة التشتيت، يعني بتشتت اللاعب. كيف بتشتت اللاعب؟ هناك نوعين من التشتيت في الملعب، في تشتيت خارجي وتشتيت داخلي. التشتيت الخارجي وانتم عارفينه طبعا كله وجود الجمهور، وخصوصا اذا بتلعب جيست جيم، يعني بتلعب عند الفريق الخصم وليس بملعبك، بالتاكيد الجمهور لن يرحمك بالاستفزاز وبالحركات، ومرات بيلعبوا بالاعلام والوان وصفافير الى اخره حتى يشتتوا انتباه. ثاني شيء في تشتيت خارجي من اللاعبين، نفس اللاعبين الخصم بيحاولوا يمروا من جنبك ويعملوا لك نوع من الاستفزاز، بيحاول يجي من جنبك يعني كتفه بكتفك عشان انت طبعا تثار، ممكن تعمل حركه تاخذ تكنيكال فاول. كل هذا بيخلي اللاعب مشتت في الملعب، فهذه كلها طبعا تعتبر تشتيت خارجي يؤثر على اللاعب في اداؤه في الملعب، وهذا واضح، مش انه شيء مش مرئي، ومرئي ومقصود. هناك في
يعني بعض الجماهير عندها احترافية بعملية التشتيت بالفعل، لكن واجبك كمدرب هون كيف تحمي لاعبينك من هذا التشتيت وخصوصا الخارج. التشتيت الثاني اللي هو الداخلي وهو الأصعب، يعني أنت تنزل كلاعب إلى الملعب وأنت أوريدي خسران، يعني نازل وأنت خايف بتقول فريق قدامنا أطول منا، الفريق قدامنا بطل كان أقوى منا، إحنا كيف راح نلعب معهم، ممكن نفوز ممكن ما تزبطش معي، مجوز أنا ألخبط أعمل أخطاء كثيرة أو متكررة. كل هذا الكلام هذا تشتيت داخلي، يعني أنت داخل ومخك مش في الملعب، ما عندك تركيز. لذلك هذه النقاط يجب أن يعني يصير في عملية سياج حول اللاعب حتى هذا التشتيت الخارجي والداخل يخرج إلى الخارج ويكون مركز في المباراة. لذلك أول شيء يجب على اللاعب أنتوا تدربوا عليه أو تفهموا إنه بس تنزل الملعب ركز بشغلك، ركز بمهمتك. يعني لاعب صانع ألعاب أنت عليك قيادة الفريق، عليك توزيع الكرات، عليك التصويب 3 بوينتس في الوقت المناسب، لا تنسى إنه تمشي الخطة كذا إلى الخطة كذا في الوقت الكذا. كل هذا الكلام هذه مهام زي job description، يعني أنت كبلاي ميكر you have to do 1 2 3 4 5. ما إلك في الجمهور، ما إلك في حكيك، ما إلك في النتيجة. دائما المدرب لما بنهي في غرفة الاجتماعات قبل المباراة بكلمة إنه أنت العب اللي عليك والنتيجة مسؤوليتي، هذه بترفع ضغط نفسي كبير على اللاعبين ولا تعطي فرصة للاعبين إنهم يطلعوا على السكور بورد على النتيجة. هم قالوا بالنتيجة إلا يلعب الملعب يؤدي واجبه. لذلك هاي النقطة أساسية بالنسبة إلى هذا اللاعب إنه يهتم بواجباته فقط حتى يبعد التشتيت، وبالتالي يصبح عنده تركيز أصلاً راح يركز في لعبه وفي حركاته، وبالتالي بنسى الكلام الخارجي. الشيء الثاني إنه ما تهتم بما يحصل حولك. طبعاً يعني شيء طبيعي، يعني أي مدرب هذا شيء معروفة، أول ما بينزل بيقول لا تهتموا بالجمهور بالصفرير، هذا كلام كله كلام فاضي. فحاول إنك تبعد نفسك على طول، تعزل نفسك من عملية سماع هذه الكلمات أو حتى تركز بهذه الكلمات، حتى لو كان في ألفاظ نابية أو غناء أو كذا لا تركز، لأنه هذا نوع من أنواع التشتيت وبعدك عن التركيز. نقطة بعدها الاستماع إلى تعليمات المدرب. جميل جدا أن اللاعب هو بيلعب زي ما حكينا بيعزل نفسه عن الضوضاء وبيعزل عن نفسه عن كل شيء، وما بيسمع في الملعب إلا صوت المدرب لما بيغير خطة من هجوم إلى دفاع أو ترانزيشن ديفنس ترانزيشن أوفنس، حول على اليسار عمل على اليمين إلى آخره. بكون عنده التركيز على هذا الصوت بنسي كل شيء ممكن يكون حوله، لأن هو اسمه تركيز. لذلك نقطة هاي التركيز هامة جدا، وأنا أعتقد أنه لعبة كرة السلة هي لعبة التركيز زي لعبة الشطرنج. الشطرنج بدها تركيز وتركيز عالي جدا، وخصوصا لعبة كرة السلة تعتبر هي لعبة probabilities game، يعني لعبة الاحتمالات. ما في كرة سلة تقر على اليمين وشوت طابة مثلا، أو الكرة شوتها من اليسار، هذا الكلام ما في. كرة سلة أنت بتهجم وبتنتظر الاحتمالات special situation، شو ممكن أروح على اليمين ولا على اليسار، أصوب ولا أعمل دريبل. عشان هيك إحنا مندرب على شيء اسمه triple threat إذا بتعرفوه، اللي هو مركز التهديد الثلاثي، إنه أول ما تأخذ الكرة لا تحط الكرة على الأرض أو لا تمرر بسرعة، امسك الكرة انتظر. هون أجاء التركيز، شوف إيش راح تقرر تعطي. أوبشن واحد تعطي تمرير، أوبشن اثنين أنت تصوب، أوبشن ثلاثة تعمل دريبل تعمل دراي أو تعمل دريبل تهرب من دفاع. إذن هذا يدخل في التركيز، وصدقوني إذا ما كان في التدريب كل هذا الكلام مكرر ومعاد حتى نصل إلى مستوى تدريبي عالي لا يمكن أن ينجح هذا اللاعب، وبالتالي لن ينجح الفريق، لأنه كل اللاعبين هم نفس الفريق. النقطة اسمحوا لي بس نقطة مي شوية، من زمان ما عطينا محاضرات في عصر الكورونا فمش في الريق. النقطة الرابعة هو التحدث الذاتي أو السيلف توك. أنا أذكر ب83 حضرت دورة كانت في فلورنس في إيطاليا، وكان بوب نايت اللي هو كان تاع جامعة إنديانا معروف، رجل عصبي ورجل يعني بس عنده منتال تفنس قوي جدا، كل تدريباته منتال تفنس. حضرت له كذا شريط فيديو طبعا، وفي المحاضرة كان في الدورة يحكي. لما أجي حكى على السيلف توك، يعني فعلا المدربين عادة يحكي لنا شو يعني الواحد ينجن في الملعب، يتخيل لاعب في الملعب بيحكي يعني بيحكي نفسه. لكن بعدين اتضح انه سيلف توك اهم شيء في عملية التركيز او المنتال تفنس، بحيث انه انت بتخاطب عقلك الباطن اللي هو اخطر شيء عند الانسان.
فبالتالي لما تيجي على خط الرمي الحرة تشوت، أول شيء لازم تقول إنه راح أجيب سكور، راح نجيب سكور ونفوز. وانت تكلم نفسك مثلا اسمي سمير، بقول يلا يا سمير بدي أجيب سكور. طبعا كلام بينه وبين نفسي، مش شرط يطلع قدام الناس، لكن بعقلي الباطن بتحدث وأكلم نفسي. سيلف توك مرات بيستخدموها لعلاج نفسي، مرات بيستخدم السيلف توك للقناعة، وطبعا نوع من أنواع إقناع نفسك إنك تكلم نفسك. لذلك لما تيجي عملية السيلف توك عندما عند اللاعب أو التكلم الذاتي، مهم جدا إنه يكون عنده آراء إيجابية. ما يجي سيلف توك يقول الله يستر راح تضيع الكرة، أو يقول يا الله أكبر يعني ما فيش إلا أنا راح أشوت أجت على حظي. هذا الكلام السلبي مرفوض، السيلف توك مقصود فيه الكلام الإيجابي اللي بينتج عنه إنجاز. خامس نقطة هو الاسترخاء وريلاكسيشن. يمكن في كتير ناس بيقتنعوش بالمديتيشن، العملية الاسترخاء، أو باليوغا مثلا. كتير حاليا عم بشوف فرق خصوصا شرق آسيا بيستخدموا اليوغا تدريبات لفرقه، وهذا مش غلط، لأنه تعرفين أنه العضلة المسترخية أقوى من العضلة المتشنجة أو المتصلبة. لذلك أنا برأيي أنه عملية الاسترخاء له طرق، يعني استرخاء بيبعدك عن التوتر وبيخليك أنت داخل في الثقة وفي التركيز، النقاط اللي حكيناها، بالإضافة بصير عندك تصور صافي. لأنك أنت الاسترخاء تعمله بعدة طرق. أول شيء في منه أنك أنت تعمل تنفس اللي هو شهيق لمدة 5 ثواني، ثم زفير لمدة 5 ثواني، بينهم ثانيتين راحة. في إحدى المباريات أنا لاحظت يمكن من 2 سنين، ليبرون جيمس كان قاعد على البنش برا مع البدلاء. طبعا أنا استخدم كلمة بدلاء وليس الاحتياط، لأنه اللاعب الخارجي هو بديل وليس احتياط، فيش شيء اسمه احتياط، لأن الاحتياط يعني ممكن تستخدمه أو ممكن لا تستخدمه، بينما البديل هو شخص بدك إياه لكن إله دور بعدين. فكان قاعد في على بنش البدلاء وكان مغمض عيونه وبيتنفس شهيق وزفير ريلاكسيشن. هذا طبعا مدرب عليه وعنده الأخصائي تبع النفسي حكي له هذا الكلام. طبعا هو كان برا في عملية تبديل، يعني قاعد مستني دوره، فبالتالي لما بينزل بتركيز عالي، عنده ثقة كاملة، أكيد كلم نفسه وهو بيتنفس، كل اللي حكيناه عمله، فنزل إلى الملعب فبيأدي. فبتلاقي اللاعب في هذا الوضع دائما محافظ على مستوى إن لم يرتفع حتى. لذلك بتلاحظ معظم الفرق العالية المستوى، بتشوف في البداية لما بينزلوا بيبدأ اللاعب على الجناح مثلا رقم 2 أو رقم 3 بياخذ الكرة بشوت 3 بوينتس، تطلع برا، بهجم هجمة ثانية هجمتين بياخذوا نفس اللاعب شوت 3 بوينتس برضو تطلع برا. احنا بنصير نتفرج كمتفرجين بنقول طب خلص يعني جبت 2 برا اعطي غيرك، او معنى اخر طبعا هاي العقليه العربيه انه خلي غيرك يجيب سكور، انت مش موفق على طول، قررنا انه مش موفق. هو مش عارف انه هو عنده مايند سيت وعنده قناعه وعنده منتال تفنس هو بالنسبه له، انه انا شوتر، عنده ثقه وعنده تركيز، لكن اول شوتين 3 مش ماشي، لكن قد ايه راح اجيبه. بتلاحظ انه هذا اللاعب نفسه في آخر كورتر في اللحظات الحرجة بيجيب 3-4 3 بوينتس بينهي المباراة. إذن كل التعب اللي صار بالمباراة كوم، وهذا اللاعب لما رجعت له التركيز والثقة وهو عارف إنه راح يوصل لهذه المرحلة عنده ثقة عالية، فأصبح عنده تصويب اللي هو التصويب القاتل اللي بينهي فيها المباراة. يمكن يكون خسران 15 نقطة بينهي المباراة بفارق 3 نقاط ويكون السبب هذا اللاعب. عشان هيك إحنا اللاعبين العرب دائما بصوب الأولى بصوب الثاني بيفقد الثقة، واللي بيزيد فقدانه للثقة إما لاعبين وزملائه، بس يا سمير كفي تشوت يا أخي مش موفق اليوم، على طول بزرعوا فيه الحالة السلبية النفسية إنه بعد يتبطل يشوت، بصير عنده ارتباك، بصير عنده نوع من الإحباط، بصير يخاف يشوت. وإذا كان المصيبة الكبرى إنه المدرب صرخ فيه وقال له خلص لا تشوتش، علما إنه بكون من اللاعبين المميزين للتصويب. إذا كيف يكون لهذا اللاعب عنده نوع من الثقة وعنده نوع من التركيز إذا ما كان في عنده تدريب اللي هو التدريب الذهني، ووصوله إلى مرحلة الاسترخاء، لأنه الاسترخاء بيعيدك إلى طاقة إيجابية وفريش في الملعب تنزل. وصدقوني الاسترخاء بيساعد على اللياقة أيضا، يعني بأخر التعب، لأنه هذا أهم شيء بالنسبة للخمس نقاط. هذه الخمس نقاط بالنسبة لموضوعنا اليوم اللي هو التدريب الذهني، أو بمعنى آخر المايند سيت أو المنتال ترينينج أو المنتال تفنس.
الآن أنت شو واجباتك كمدرب بالنسبة لهذا الموضوع؟ أول شيء بالنسبة للاعبين لازم يكون في هناك نوع من التركيز في كلامك وفي تدريباتك على اللاعبين، بحيث أنه النقاط اللي حكيناهم لازم يكونوا متواجدين في التمرين، هذه ليست فقط المباراة، للتمرين. ففي البداية تبدأ تتكلم مع اللاعبين وتقول لكل واحد أو اللاعبين إنهم يجب أول شيء أنكم تآمنوا بنفسكم قبل ما تآمنوا فيه كمدرب. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه هو لما بيآمن بنفسه بيشعر أن المدرب عم بينتظر يعطيه فرص، بس إذا أنت مش مآمن بنفسك أو شايفك خايف أو ما بتأدي بكل كل تأديتك بتوتر، بالتالي خليك على جنب أو قد لا تلعب مرة واحدة. هذه نقطة بالنسبة لك كمدرب عليك أن تقولها. النقطة الثانية اللي هي المثابرة والروح القوية، يعني معنى آخر أنه يجب أن يكون عندك موتيفيشن كمدرب للاعب، انه اذا عمل مثلا 5 من 10 تقول له برافو جود جوب، خلينا اشوف 7 من 10، خلينا اشوف 9 من 10، اعطيه نوع من المثابره والمغامره، وانه يقوم كمان باكبر واكبر، والان لا يكون عنده هناك ليمت معين في ادائه لاي مهاره من مهارات كره السله. بعد ذلك هو الحفاظ على عواطفه. كيف الحفاظ على عواطفه؟ كثير في لاعبين انا بعرفهم بتاثروا بسرعه، يعني بمعنى اخر لعبه كره السله مش لعبه عاطفيه، يعني احنا بنحكي عن منتال تفنس، بنحكي عن نوع من القوه الذهنيه، بنقول على الشراسه، بنتكلم على القوه. هذا الكلام عواطفك لازم تكون يعني بعيده كل البعد عن لعبه كره السله، فبالتالي ما بيصير انه مثلا يتعاطف مع لاعب، او مثلا يصير يعطي لاعب لانه مثلا شافه زعلان، او يعطي لاعب، ما في، هون في مصلحه فريق، انت عليك ان تلعب حسب الخطه، ومش مهمتك انت كلاعب انك قرر لمين تعطي وما تعطي. عواطفك اتركها في البيت، انت الان داخل في جو تيم ورك، مطلوب منك زي ما قلنا جوب ديسكريبشن، مطلوب منك 1 2 3 4 5، وسيب عواطفك خارجي. النقطة اللي بعدها هو التركيز واليقظة، زي ما حكينا التركيز مهم جدا واليقظة مهم جدا، لانه بكرة السلة اذا في لحظة لفيت ظهرك او لفيت عينك على لاعب بتطير كل الحركة، وزي ما احنا لما بنحكي على الديفنس، لما بنحكي انه سي بول سي مان، يعني نفس اللحظة بتشوف الكرة وبتشوف الرجل اللي انت ماسكه، وزي لما بنحكي للبلاي ميكر لازم يكون عندك 180 درجة فيجن، وايد فيجن، هذا كله بخليه في يقظة وتركيز، ما في عنده لحظات قليلة انه يبعد او ينسى او ما يكون عنده هذه اليقظة والتركيز. النقطة اللي بعدها هو انه انك تزيد من ثقتك دائما، يعني اللاعب كل ما تشوف في تمرينه أو في خلال كلامه إنه بلش ثقته تنهز، على طول رجع لثقته، إنه بالعكس أنت غلطان، دائما أعطي الإيجابيات لا تعطي السلبيات. وزي ما حكيت أنا أنصح أن لا يكون هناك لوم وعتب للاعب، لأنه صدقوني في مدربين كتير عندهم لاعبين بيلعبوا ب7 لاعبين وخمس لاعبين بيبقوا بالبنش، مباراة مباراتين ثلاثة، طب بعدين الخمسة هدول موجودين برا ما نزلوا الملعب. إذا أنت كمدرب أعطيت للجمهور وأعطيت للصحافة وأعطيت للاعبين وأعطيت لكل الناس إنديكيشن، مؤشر إنه هدول الخمسة ما إلهم قيمة بالفريق، أنا برأيي في هذه الحالة ما تجيب الخمسة على البنش، العب ب7 وارجي العالم إنه أنت هاي قدرتك، عندك 7 لعيبة، ما دام ما بتلعب الخمسة هدول ففيش داعي إنك أنت تجيبهم. طب ليش ما لعبت هدول الخمسة؟ لأنه أنت ما أعطيتهم ثقة، ولا قدرت تيجي تحكي للاعب إنه إذا أنت عندك ضعف في كذا إذا عليك تتمرن نص ساعة زيادة عشان تحسن هذا الكلام. الآن لما بشوف اللاعب إنك أنت مهتم فيه بيبدأ هو يعود زي ما حكينا بالبداية إنه يثابر، وبيبدأ هو يحاول يتدرب أكثر حتى يقنع نفسه ويجي يقنعك أنت. هلأ ما لعب مباراة مبارتين، لكن خلال التمرين واجبك أنت كمدرب إنك تدرب. فتيجي في بعض الناس، جيت مدربين بقول ليش ما تلعبش رقم 8 هذا؟ بقولك يا أخي دفاعه ضعيف، طب أنت شو بتعمل؟ هو دفاعه ضعيف من بيت أهله، هو دفاعه ضعيف عندك في الفريق، إذا أنت عليك أن تقوي الدفاع، إذا أين الثقة ستأتي؟ إذا أنت مش مهتم فيه أنا كلاعب، إذا أنت مدرب فاشل أوريدي، ويمكن اللاعب في لحظات بعض اللاعبين يتكلموا عن المدربين من هذه النقطة، بقول يا أخي ما بعطيني فرصة، مدرب ما بفهم كرة السلة، طبعا هذا سببه هو إهمالك أنت كمدرب في فهم النقطة هي سيكولوجية كرة السلة. النقطة اللي بعدها هي حافظ على توازنك تحت الضغط، هاي مهمة جدا. اللاعب الذكي واللي عنده منتال تفنس وين بتعرفه؟ بتعرفه عند الضغط، وخصوصا إذا في حكام بياخذوا قرار خاطئ، يعني معنى آخر بيكون معه الحق اللاعب إنه الحكم أخطأ في القرار، بتلاقي بتنرفز
بصيب عصبية، ممكن يتهجم على الحكم، بأخذ تكنيكال فاول، ممكن يأخذ استبعاد وتخسر هذا اللاعب، وقد يكون من أفضل اللاعبين. إذا شو السبب؟ السبب إنه هو مش قادر يسيطر على نفسه تحت الضغط. إذا هذا التدريب اللي راح يكون تحت الضغط بيكون موجود في التمرين. زي مثلا في عندي تمرين معروف أظن للجميع أكيد إنه اسمه سوبرمان. هذا التمرين بجيب ثلاث لاعبين ارتكاز تحت السلة، وأنا ككوتش ومساعدي موجودين بنصوب على السلة، بيثبوا الثلاثة في عملية الرباند. الآن اللي بيستلم الكرة بيرجع يحطها في السلة، الاثنين بيعملوا عملية ديفنس بيخلوها يحطها في السلة. فتخيل مقدار الاحتكاك الجسدي اللي بينها والإرهاق اللي بيصيبه والتعب في عملية الشراسة في عملية أخذ الكرة وتصويبها، واللاعب اللي بيجيب نقطتين هو الفائز والباقي بيخسر. هذا الكلام يدخل باللي احنا حكينا قبل شوي، انه لازم يكون في هناك نوع من الاجريسيفنس، ولازم يكون اللاعب تحت الضغط في التمرين. فاللاعب لما يكون في هذا التدريب تحت الضغط، وممكن يكون اكواع على رقبته بجوز دفش بالملعب، انت كمدرب لا تتهاون معه، خليه، لانه في المباراه لما بيجي بيكون في هذا الوضع شيء طبيعي. لاعب الارتكاز واكثر واحد بيتلقى ضربات تحت السله ما بيتاثر، ليش؟ لانه اوريدي هو متمرن عليه. فبتلاقي باخذ الكره بيطلع اول مره، باخذ كره بيطلع ثاني مره ما بيتاثر، وبينضرب وما بيتكلم مع الحكام، لانه هو بالنهايه عنده ثقه وعنده تركيز وعندنا نفس النقاط، فهو شخص منتلي تف. النقطه اللي بعدها هي الطموح والتطور. شيء طبيعي يعني لاعب اذا يعني اللاعبين انا بسميهم هذول التهو قبل ما يبدا. لاعب بدا الناس تكلم عنه انه والله بوتنشال لاعب كويس، عنده تصويب كويس، عنده ارتقاء كذا الى اخره، بدا يوصل لمرحله انه انا لاعب النجم في الفريق، ما حدا يكلمني، بيبدا ياخذ الغرور من شخصيته. هذه خطر جدا، لانه بتفقده وبتفقد لاعبين وراه كمان، لانه نفس اللاعبين لما بصيبهم الغرور بيصبح اللاعبين الاخرين ضد هذا اللاعب، وبصير في كلاشز بالفريق، وانت بتخسر كمدرب. لذلك لازم يكون في طموح وتطور. اذا وصل اللاعب الى مرحله انه مثلا يجيب 9 من 10 فري ثرو، وبيعمل نوع من التحدي بين اللاعبين انه ما حدش بيقدر يسوي زيه، بدا كلمات الغرور، انت كمدرب على طول تعمل له تحجيم لهذا اللاعب، تيجي بتقول له اوكي قبل ما تشوت فري ثرو يقعد بتطلع على الدرج على السلم تبع الجيم، تركض 13 14 مره، بتيجي بتشوت فري ثرو، بيجي هو تعبان بالتاكيد سيفقد الرقم 9، يمكن يجيب 5 او 6 لما يكون هو بيلهك وعنده ضغط بدني. هون تطلع عليه بتقول له ما قدرت تجيب 9، يعني بتفهمه انه ما زال امامك خطوات كثيره. هذا نوع من انواع التدريب الذهني. فهذا اللاعب بيبدا يتاقلم على عمليه اللياقه او عمليه انه يتعب ويجي يشوت. قد تكون في بعض المرات هو حتى يرجع يعني غروره يقدر الإيجو تاعه يوريه للمدرب، بيصير يتمرن لوحده، بيصير يتعب حاله يشوت عشان يثبت المدرب. إذا في النهاية من استفاد؟ استفاد الفريق، استفاد المدرب، إنه هذا اللاعب أصبح أخطر من أول، فبالتالي أصبح لاعب فعلا نجم. ومن هون تعرف إنه أنت عما أنت كمدرب عم تؤدي تدريبك بطريقة علمية وليس بطريقة عشوائية. بعد ذلك في نقطة ابتكار الحلول في الملعب. أنا بحب اللاعبين الأذكياء، لعبة كرة السلة لعبة الأذكياء ديفينتلي. أي لاعب غير ذكي وغير لماح لا يمكن أنجح بكرة السلة، حتى لو كان طويل وبرتقي وبحط بنكة. اللاعب الذكي واللماح هو الشخص اللي احنا بدنا إياه. ليش؟ لأنه في الملعب هو بيبتكر الحلول، في خطة معينة أنه لازم يكون في باد دور، أجا المدافع طلع ذكي غير اتجاهه، ما صارش في باك دور، بتلاقيه بغير اتجاهه برضه عكس الدفاع وبياخذ انعكاس مثلا بالجهه الثانيه فبيحرز الاصابه. هون هو ابتكر الحلول بسرعه بدل ما يخفق الفريق وبدل ما يكون الخطه اللي عملها لم تنجح. لذلك يجب ان تاكد على اللاعب دائما انه يا اخي انا اعطيتك هاي الخطه، لكن لا تكون زي الروبوت، يعني لا تكون قاعد انا بحكي لك كذلك وتعمل هنا وتعمل هناك وانت بس تطبق. لازم تفكر بالملعب، يكون عندك ابتكار بالحلول. النقطة اللي بعدها التحلي بالصبر. طبعا التحلي بالصبر مقصود فيه اشياء كثيرة، الصبر ان تصبح لاعب او الصبر بظروف المباراة. بمعنى في كثير لاعبين بقول لك يا اخي انا بتمرن كل يوم 3 ساعات ومع الفريق ولي واحد ومش عم بقدم، طبعا اكيد بكون في اشياء خطا فنيه ما حدا براقبه وبعطيه تعليمات. لذلك
عليه أن يصبر. يعني اللاعب حتى يصبح لاعب يسمى سوبر ستار يجب أن يصبر كثير. إحنا عدنا لما أنا كنت لاعب قبل ما أصل المنتخب كنت أقعد على البنش صابر وعارف إنه سيأتي يوم من الأيام أكون أنا بلاي ميكر المنتخب، وحصل. لكن صبري ما كان إنه قاعد بنتظر. أنا كنت بقعد في الملعب في المباراة، لكن بعدين بروح بتمرن دبل، اللي باخده في التمرين بعيده في بالملعب لوحدي، باجي قبل التمرين بروح بعد التمرين. لذلك صبري هذا وصلني إلى مرحلة إنه أصبحت الآن أنا من أساسية المنتخب. ومن هون الصبر بالنسبة لللاعب يجب أن يكون موجود. برضو من أين يأتي الصبر؟ من المنتال تافنس. الصبر الثاني اللي هو إنه لما تكون أنت بالملعب وخسران، مش يكون خسران 15-16 نقطة، أنت قد تفقد صبرك هون وتبدأ أنت طبعاً تحاول تأخذ الكرة وتصوب. كثير إحنا بنشوف كثيراً من الناس يعني بده ينقذ الفريق لوحده، كل كرة تيجي بحاول يصوب 3 بوينتس على أمل إنه ممكن تنتين ثلاثة يعدوا. ما صبر تكتيك المدرب، ما صبر اللاعبين يطبقوا، لأن المدرب برضه المفروض وفاهم بيعرف شو يصير. وياما فرق كانت خسرانة 20-25 نقطة وفازت في نهاية المباراة، سببها غير إنه عندهم كان نوع من الشغب وفي القتالية والشراسة، برضو كان عندهم صبر. هم عارفين في النهاية السيستم تاعهم سيوصلهم إلى النهاية، حتى لو خسروا مش راح يخسروا بهذا الفريق، وهذا ضروري أن يكون يتحلى بالصبر. النقطة اللي بعد الانضباط ديسبلين، نقطة كتير أساسية، وأنا شفتها في بعض الفرق اللي دربتها. مسكت فريق بدون ذكر أسماء ما كان عندهم ديسبلين، بيجي تمرين الاثنين الثلاثة بيجيش، الأربعة بيجيك. يعني طبعا أنا ما بقدرش كل تمرين يجي لاعب أروحه زي ما تمرنش، لكن حطيت لهم سيستم، قلت لهم اللي بيغيب عن التمرين بيجي تمرين بركض 30 لفة حوالين الملعب حتى يكون زي قصاص لك. بالإضافة إنه اللاعب اللي آخر تمرين قبل المباراة ما بيجي، حتى لو كان سوبر ستار ما بلعبه أول 10 الكوارتر الأول. يعني معنى آخر، أنت حتى تكون ملتزم يجب أن تأتي كل التمرينات إلا إذا في عذر أو عذرين، هذا إصابة مثلاً أو مرض إلى آخره. وثاني شيء، آخر تمرين أهم تمرين قبل المباراة يجب أن تكون موجود. ما تقول لي إنه أنا نجم الفريق، نجم الفريق بدك تيجي قبله. وإذا ما جيت أول كوارتر ثاني مباراة ثاني يوم أول كوارتر لن تلعب هذا الكوارتر قصاص حتى مرة ثانية تلتزم. كان صار معي حادثة في إحدى المباريات، أنا بيروي طبعاً الأمثلة لأنه هي اللي بتعطيك المؤشرات الحقيقية. بعض اللاعبين كان عندي لاعب فعلاً سوبر ستار وكان بدأ يظهر نجمه بيطلع إلى المنتخب، فذهبنا، كنت أنا بدرب طبعاً بالسعودية، فذهبنا إلى جدة للعب ضد النادي الأهلي الجداوي. اللاعب ما إجا، طبعاً صاروا اللاعبين يطلعوا على بعض، إدارة الفريق تطلع إيش نسوي، لاعب سوبر ستار. تاني يوم زلنا على الملعب على الصالة، أنا عادة بروح على الصالة قبل ساعتين من المباراة، رحنا ساعتين ساعة ونص، اتكلموا تليفون مقفل، موبايل مقفل، فيش حدا طبعا يقلقنا إنه لا سمح الله صار عنده حادث أو شيء. وفاجأنا وإحنا بنعمل تسخين إلى الأخ جاي داخل من الصالة وحامل الشنطة، لسه مش لابس يعني بس حامل الشنطة وجاي، بقول لي مرحبا كوتش، طلعت عليه ولا كلمة ما كلمته، قلت له زي ما أنت على المدرجات، اليوم على البنش، قلت له على المدرجات تروح تتفرج زيك زي جو. طلع طبعا اداري الفريق صعق، يعني كيف بطلع، هي اجل لاعب بدنا نفوز. طبعا هاي هي الحكي اللي بحكي لكم اياها، العطريه العربيه للاسف ما عندهم الديسيبلين وما عندهم المنتال تفنس في انه النظام نظام. لما تحكي ديسيبلين ديسيبلين، ما في ديسيبلين على اللاعبين البدلاء ومش ديسيبلين على النجوم. ففعلا جلس فوق فاجتمعت باللاعبين قبل ما يدخل اخر ثلاث دقائق، قلت لهم شوفوا هون طبعا نيجي لسيكولوجية كرة السلة، قلت لهم الآن رح تلعبوا من غير اللاعب هذا بدون ذكر اسمه لأنه بحبه كتير، فإما بتثبتوا إنكم رجال وبتفوزوا بدونه مش مهم يكون نجم، أو بتثبتوا إنه فعلا هو النجم وإنتوا ولا شيء في الملعب. طبعا مباراة كانت صعبة جدا، كنا متوقعين إنه نفوز بوجود هذا اللاعب، لكن لما طلع صار بالنسبة لنا الحظوظ أقل. لكن أنا على طول عدلت الموضوع لأنه أنا بدي أرجع للمنتال تفنس بدربهم إياه، فاقتنعوا بالفكرة قال لا كوتش إحنا وي آر ريدي، قلت لهم يا ريدي تفضل لعبنا، كان دفاعنا حديد وبالفعل ما شعرتش إنه هذا الفريق لعب أقوى من مباراة مثل هذه المباراة، وفزنا بفارق 3 نقاط بدون النجم. من أول شخص هنأني؟ هو النجم.
طلع نزل من المدرج وركض واجى عندي وباس راسي. طبعا صار حكي بعديها اجتماعات، وطبعا امام اللاعبين فهمتهم انه ديسيبلين ما في عندنا اخفاقات ولا في عندنا نجم او مش نجم. من يومها وفعلا احسن كان يعني من افضل لاعبين المنتخب السعودي بعد ذلك، وبعد ما تركت المنتخب قالوا لي انه من افضل اللاعبين اصبح وبرز نجم كبير. هذا سببه انه في التدريب والكوتش تبعه ربى هذا اللاعب بالطريقه هذه، وعلمه انه الانضباط احد اساسيات نجاح اللاعب ونجاح الفريق، لانه ما في عمليه تحابي شخص على حساب شخص. النقطه اللي بعدها الابتعاد عن التردد، هذه اصعب نقطه انا بكرهها في اللاعب. اذا جاء للاعب فرصه انه يصوب ودفاعه بعيد عنه حوالي مترين، بياخذ الكره بيفكر وبيتردد حتى يصوب، ولما يجي قرر يصوب بكون الدفاع وصل عنده، اما بخطف منه الكره او الاخ بيعمل ووكينج او بيصوب فعلا لكن تطلع كره طائشه. سبب التردد، الابتعاد عن التردد مهم جدا. اي لاعب بتشوفه بخلال الخطه بتقول له اذا كان انت اوبن في الوقت المحدد والسيلكشن شوت سيلكشن تاعك 100% بترددش شو، واعطيه كمان ثقه اكثر، قول له حتى لو ما جبت ما في مشكله، انا اللاعب اللي بيصور في الوقت المناسب واوبن انا بعتبره نجحنا بالخطه، لانه انت طبعا نسبه الثري بوينت توصل ل 40%، يعني اذا شاف 10 بتجيب 4 مثلا، لكن واحد منهم تنتين منهم ما بيجوش زي ما حكينا في بدايه المباراه، لكن تاكد في نهايه المباراه ما دام عنده الثقه ومرتاح نفسيا انه انا كمدرب معطيه الحريه انك تشوت بس بشرط ان يكون في الوقت المناسب، هون بكونش عنده تردد. لانه اذا اصبح عنده تردد عشار الثاني زي ما بحكي لك، لان لعبه كره السله لعب الثواني، لن ينجح بالتصويب مهما كان. النقطه اللي بعدها اللي هي الشجاعه والشراسه في الملعب. طبعا شيء طبيعي، يعني المقصود في الشراسه ليس الاحتكاك والخناقات اللي بتصير، لا، هي الشراسه انك تكون قوي وجريء وعندك قلب جامد، وهذا ياتي من المنتال تفنس زي ما حكينا. يعني مثلا اهم شيء اللي هي التشارج، انك تاخذ فاول هجومي من لاعب جاي، وخصوصا اذا كان لاعب طويل عملاق وضخم، يعني ركبته قد تصل الى اعلى راسه. فانا بحب اللاعب اللي يكون شرس يومها وبنتظر هذا اللاعب وبأخذ منه تشارج. هذا اللاعب ما بتخاف عليه، بوين ما بتحطه بيعطيه. هذا الكلام مهم جدا، انه يكون اللاعب عندك شجاع، ما يجي مثلا يشوفه يدير مثلا يعمل عمليه دوران او يبعد او حتى ما وقفش من البدايه لانه عارف انه يمكن الثاني راح يفرمه في الملعب. لذلك لازم يكون في عندك نوع من التدريبات الخاصه في التشارجينج. وكثير كنت اعمل تمرينات انه اخلي لاعبين الارتكاز الثلاثة الموجودين أو الأربعة يطلعوا سلم، أقول له بدك تطلع سلم ما تطلع قدامك عشان يصير في تشارج، والثاني بده يجي ركض من تحت الباسكت وينتظره ياخذ التشارج يرمي حاله، وياما منهم نزل دم من هون منهم تأذى بصدره شوي، لكن هذا الكلام ندخلهم تحت زي ما حكينا التفنس والعقلية الصلبة اللي بكون فيها هو اوريدي بالتمرين شايفها في المباراة. أتأكد تماما راح ياخذ ثلاثة وأربعة تشارج من وراء النقطة. طبعا في نقطة أخرى اللي هي الروح الجماعية بالنسبة للاعبين، أهم شيء إنه يكون في ثقة بين اللاعب وزملاء. يعني دائما لازم نكون نقب أنت كمدرب إنه تشوف كيف تعامله مع زملائه، هل يثق بزملائه، كيف يثق بزملائه، هل مثلا يكون داخل هو عامل درايف مخترق عامل بنتريشن وشاف لاعب على الزاوية أوبن مفروض يعطوه كيك باس بحيث إنه هذاك يشوت 3 بوينت، إذا هو مش واثق إنه هذا اللاعب راح يشوت اللاعب سيشعر والمدرب سيشعر، لأن المدرب يقول ليش ما أعطيته، أنت مفروض تعطيه حسب الخطة، أنت ما لك كلاعب أنك تفقد ثقتك في هذا، مش مهمة المدرب. إذا أهم شيء أنه أنت لاعب تعلم أن لا تفقد ثقتك بين زملائك، خلص امشي على الخطة، هذا بيصوب أو ما بيصوب هيز أوبن أعطيه الكرة. فبالتالي يجب تعلم اللاعب أنه دائما في الحالة الجماعية لأنه إحنا تيم وورك لا تفقد ثقتك بزملائك. النقطة اللي بعدها التفاني في اللعب مع زملائك، يعني شيء طبيعي أنه يكون اللاعبين كلهم متفانين وفي نوع من الحب بين بعض وبيحاول انهم يلعبوا بجماعه بجماعيه وما يكون في هناك فرديه وما يكون في هناك كلاشس بينهم. هذا الكلام بيأثر على الحاله النفسيه بالنسبه للاعبين في الملعب، لانه اذا في اثنين متخاصمين حتى لو كان مش باين في الملعب لن يتفقوا مع بعض، وكاد يؤثر على كوتش في عمليه التفكير في كيف ممكن ان نحل هذه المشاكل. النقطه اللي بعدها اللي نشر الحماس والشغف في اللعب. كثير انا بحب اللاعب
اللي قبل المباراة أو خلال جلستهم بالباص اللي بقعد يزقف أو بيصرخ يلا شباب اليوم بدنا نفوز ما تخافوا عليهم إحنا بدنا نعمل كذا، يعني نشر الحماس بين اللاعبين. لما يكون اللاعبين كلهم عندهم هذه الصفة تلاقي كل اللاعبين طالعين بقوة وجماعية وكأنهم فعلا يعني فريق جيش عسكري يقوم بمهمة وطنية بالنسبة له. هذا هو المطلوب، الروح، الشجاعة، الثقة بين الزملاء، وأهم من هذا الكلام الثقة بالمدرب. يعني أنا برأيي أنه الثقة بالمدرب كثير بتعطي قوة للفريق. يعني كثير في ناس تسأل اللاعبين بيقول لك يا أخي المدرب ممتاز وفهمان وإحنا بنحبه كثير، تلاقي فريقه بيكون منظم، تلاقي فريقه بيلعب بالملعب حلو ومنظم وبقدر يجيب سكورات وبفوز في المباريات لأنه بيحبوا مدربه. هلا الحب المدرب مقصود فيه مش العلاقات الشخصية أنه والله أنا أطلع أنا وياك نقعد مكان أو صاحب المدرب، لا، الحب أنه مقتنعين ويثقوا في المدرب بقدراته، فبالتالي بتلاقي اللاعبين بيأدوا في الملعب وهم مرتاحين مركنين، قائد السفينة قاعد برا، مخرج المباراة قاعد برا، إحنا علينا نؤدي، لذلك نحن نثق بمدربنا. كثير في لاعبين كان يغيروا مدربين من هذه النقطة، يعني كانوا دائما لا يثقوا مدربهم، يطلعوا للاداره يا اخي مدربنا كذا كذا كذا، ثاني شيء مدربنا كذا كذا. طبعا انا هذه حالي ما بحبها، وهذا خطا في الاداره ان يستمع للاعبين، لانه مش اللاعب اللي بيقرر، لكن هذا شو سببه؟ سببه ان المدرب لم يتمكن بخلق اللي هو الجو الايجابي اللي زي ما حكينا في تدريبات مقنعه، وبالتالي في الكوتشين يقرا الملعب كويس، كل هذه الامور لن تعطي فرصه لاي لاعب حتى يتكلم في اي شيء. الان نعطيكم شويه امثله على تدريبات او التدريب الذهني، يمكن ضايل 10 دقائق. مثلا زي ما حكيت لكم تاعت السوبرمان بالنسبه للاعبين الارتكاز، في تدريب اللي هو انا كنت استخدمه دائما، انه كنت في كل تدريباتي استخدم سكور بورد، يعني لازم انا في الملعب في سكور بورد لازم استخدمه، لانه بدي اعطي حاله المباراه في التدريب. رجعنا حكينا نفس الشيء، mental toughness في التدريب، إذا لم تطبق ما هو في المباراة لا يجدي الأشياء النظرية. فبالتالي كنت أحط للساعة مضاي 7 ثواني، وبعدين أقول لهم إحنا خسرانين 3 نقاط، من خلال 7 ثواني بدنا نحاول حساب خطة معينة إنه نجيب 3 points. فبالتالي نحاول أول مرة، بحاول ثاني مرة، بحاول ثالث مرة، بقول لهم ما نروح من الملعب إلا نجيب 3 points. هذا بحطهم تحت ضغط نفسي، ووصلهم مرحلة إنه لما بيحرزوا 3 points شوف شكلهم كيف بكون، وبكونوا سعداء في الملعب وكأنهم فازوا في بطولة العالم، لأنه هم بكون أول مرة أخفق، ثاني مرة أخفق، وثالث مرة أخفق، وبصير عندهم ضغط نفسي أكثر، وبصير يشعر إنهم غير قادرين على تحقيقه. إذا ما عندهم هذا الإحساس بعد ما يجيبوا النتيجة ويتفجر عندهم الإحساس، بصير عندهم ثقة، بصير عندهم التصور اللي حكيناه في البداية، انه اوكي هذه عملناها العمليه قبل هالمره. لما يصير عندنا في المباراه بطل تام اوت بقول لهم الخطه متذكرينها، بقول لك اوكي. ليش اوكي؟ لانه اوريدي تصوروها الان قبل ما ينزلوا، بصير كل واحد يتصور الخطه او يتصور الحركه، واللي بده يشوط بكون واثق انه راح يجيبها. فهذا نوع من انواع التدريب الذهني اللي بحط اللاعب تحت ضغط وظروف سبيشال سيتويشن. تدريب اخر اللي هي الرميات الحره او السلم او اي شيء فيه تصويب. انا ما بحب التصويب بالكمية، أنا بحب النوعية. يعني بمعنى ما بقولهم اطلعوا سلم 1 2 3، واحد ضيع الثاني ما ضيعش، هذا حطها نوع من الشو أوف، الثاني ريفرس لي أب، هذا الكلام أنا مش مجدد. تطلع ستريت لي أب ومن عد، أنا بقولهم بدي أجيب 15 لي أب ورا بعض. تأكد إنه في بعض الحالات بيجي وصلوا 9 بوصلوا 10، واحد بيخطئ بيرجع يلعب من الصفر، الآن بيرجع مرة تانية حتى يوصلوا 15. لما بوصلوا 15 طبعا راح يكون عندهم سعداء ومرتاحين، بقول لهم 1 minute break، بروح على البريك وبرجع بقول لهم انتم عندكم قدرة تجيبوا 15 لي أب، الآن بدي 20 لي أب. الآن أنا رفعت سقف التحدي، أصبح عندهم ضغط نفسي، أولا عندهم ثقة أنه بنجيب 15، ولكن الآن عندنا مهم نكمل 5. صدقوني ما كان يوصلوا 9 في المرة الثالثة، لأنه توتر صار عندهم، وأنا بدي إياهم يتوتروا حتى بعد هيك التوتر راح يغيب لما يحقق النتيجة. وبالفعل 3-4 مرات 5 مرات بصير عندهم يوصلوا 20، بجيبهم بوصلهم 25، وهكذا. كل ما بترفع من سقف التحدي كل ما بكون عندهم هم المنتل تفنس عم بجمد أكثر، بصير عندهم الثقة أكثر، بصير عندهم التصور أكثر إنه هاي شغلات عملناها، لن يفقدوا لي أب الملعب خصوصا في المباريات الحساسة
اللي لعب ويكون فاست بريك ممكن يجيب نتيجة يا فوز يا خسارة. تدريبات التدريب الذهني كثيرة كثيرة، وفي أنواع كثيرة تخص المهارات وأنواع تخص اللياقة نفسها. يعني تعرف أنت لما تعمل تدريبات البلايومتريك مثلا بتقول لازم تعمل، أو مثلا تمرين سهل اللي هو جامبينج على البورد، تطلع جامب على البورد 10 مرات تلمس البورد، بعد هيك تقول له بدي 12، بعد هيك ترفع 15. كل هذا الكلام الضغط النفسي اللياقي عليهم بحيث انه يصير ينط 20 بالنسبه له سهل. هو ما بيعرف انه الجامبينج بالطريقه هذه لفتره معينه بيرفع من نسبه الجامب تاعه على الاقل 5 الى 10 سم بدون وجود حديد. لذلك هذا الكلام ما اجى بس من فيزيكلي، ما اجى من ناحيه جسمانيه، جاء من ناحيه عقليه. لانه اذا العقل اقتنع بعطيك طاقه غير أنت غير حاسس فيها، وتتفجر هذه الطاقة، دائما تتفجر إلى الأفضل، إلى الإيجابية وليس إلى السلبية. على العموم يعني أنا الآن حاولت يعني أعتقد on time يعني ضايل 5 دقائق. إن شاء الله تكون يعني المحاضرة سهلة المعنى. قد يكون إنه الاسم كبير لكن يمكن سهل بالنسبة للمعنى. وبالتأكيد حاولت إنه أنا يعني أنوع بالtopic تبع المحاضرة، ما يكون تقليدي كما هي المحاضرات السابقة. ومرة تانية أشكركم جميعاً، وأشكر كابتن إيهاب والمهندس محمد، ومرة تانية شكر جزيل الشكر إلى الجمعية المصرية لأسر الكرة السلة اللي دائماً هي سباقة إن شاء الله، وتبقى في من تقدم إلى تقدم. وإن شاء الله بنشوفكم على خير، وأي أسئلة أنا جاهز بالنسبة لكم. والله أنا كوتش كابتن سمير، دي واحدة من أحسن محاضرات اللي أنا سمعتها في حياتي. يعني الله يخليك. عن حاجة فعلا كل المدربين في الدول العربية كلها، المدربين واللعيبة كانوا محتاجين يسمعوها، فهي كانت فعلا ان احنا نتكلم عن فلسفة وفلسفة اللعيبة دي كانت حاجة مهمة جدا جدا جدا. ان شاء الله. انا حابب اشكر حضرتك جدا على المحاضرة الجميلة دي، وعندي بعض الاسئلة طبعا اللي طرحت على حضرتك وعايزين حضرتك تجاوب. عندنا اول سؤال بيقول لك، هل في تخطيط للبرنامج نفسي لإعداد اللاعب ولا ده للمعد النفسي بس؟ لا، أنا قلت بالبداية إنه المفروض كل فريق في عنده أخصائي نفسي. قد يكون هذا الشخص متخصص بعلم النفس للمشاكل النفسية للاعبين اللي هي الشخصية، في عند اللاعبين بعض مشاكل شخصية. لكن أنا بحكيت على المنتال ترينينج عن طريق منتال كوتش اللي هو التدريب اللي هو المدرب الذهني، بحيث إنه هو يضع الخطة زي ما حكيت لك، تدخل داخل تدريبات المهارية أو اللياقة أو الخططية بالنسبة للمدرب. هل الآن الخطة الموجودة أو الدراسة ما بحط البريوريزيشن أو التخطيط التدريب المدرب في خلال تدريباته بكون حاطط إنه هون الضغط على التركيز، وهون الضغط على الثقة، وهون الضغط على كذا. طبعا لازم يكون داخل هذا التخطيط التدريب مش عشوائي. هو يعرف إنه لما يكون التمرينات راح تنفذ بهاي الطريقة، تنفذ بهدف اللي هو التدريب الذهني. بمعنى آخر مش بحاجة يكون واحد أخصائي علم نفس ودكتور، ويعني تعرف مش راح نحتاجه لأنه ما إلوش بكرة السلة، لكن حبيبنا المدرب يكون عنده ثقافة بهذه النقطة اللي هي سيكولوجية، عشان سميتها سيكولوجية كرة السلة، ما سميتها سيكولوجية التدريب. لذلك يكون عنده هذا الإمام لما بيفهم مبادئ التدريب الذهني وبيفهم مبادئ المنتال تفنس، بإمكانه يضع تدريبات تخدم هذا الكلام عن طريق البيريودايزيشن، تخطيط التدريب، ولازم يكون في برنامج وليس بطريقة عشوائية. معنا سؤال تاني بيقول لك، كيف يستطيع تحويل المدرب غرور اللاعب إلى ثقة في النفس؟ إلى ثقة في النفس. إلى ثقة في النفس. أنا حكيت المثال اللي جبته تبع اللاعب اللي طلعته على الملعب، رجعته مرة تانية، صحته شوي، فهمته أنه أنت نجم، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون أول واحد، أنت قدوة، يجب أن تكون أول واحد. فبالتالي أصبح هذا اللاعب هو already أخذ مني كمدرب أنه لاعب ممتاز. والدليل أنه لما طلعني برا وحكى مع اللاعبين تلعبوا من غير هذا النجم، يعني هو أنا عارف أنه أنا مقتنع فيه. هذا اللاعب اللي موجود عندك أنت كمدرب حمله مسؤولية، يعني دائما اللاعب النمرود زي ما نسميه إحنا حمله مسؤولية. يعني مع آخر دائماً فهموا أنه إحنا اليوم إذا كان لاعب ارتكاز مثلاً اليوم تحت السلة اعتمادنا عليه، هذا مش ممكن يكون اعتماد عليه، بس هو يبدأ يفكر بأنه هذا المدرب بده يعتمد عليه.
فلما بخفق سهل على المدرب انه يجيبه ويأخذه على جنب يقول له انت فقدت اليوم فقدت الثقه فيك مثلا يعني، او يعمل له نوع من الـ 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 يعني تحديد الاخطاء اللي انت عملتها، يعني ضيعتنا بمعنى اخر. هون اللاعب بيشعر انه هو مش كل الناس، يعني مش هو فعلا الغرور اللي هو بفكر حاله لاعب انه فعلا هو انه مش كل شيء. اذا كيف بدي ارجع ثقتي المدرب فيه؟ I have to work hard. معناته برجع بتدرب اكثر، بحاول اقنع المدرب، بحاول افهمه انه انا مستعد التزم، انا بتدرب بقدر بدك اياه، بس ارجع ثقتك فيه. هون دور المدرب انه يفهم اللاعب انه انت مهم لكن انت خذلتني. هذه اهم نقطه بخاف منها اللاعب، اي لاعب لما يعرف انه انت خذلت المدرب، انت بتعرف انت كنت قاعد وبتعرف، لما تكون انت قاعد على البدلاء كل شوي بس يدير مش المدرب تطلع انت عليه، يعني كانك بتقول له انا عاوز العب يعني او بدي العب، فهمت؟ فما بالك النجم اذا حطيته على البنش اول كوارتر، او مثلا طلعته من خطا وقعدته قلت له لما تصير تتحسن برجعك. ما في مشكله تخسر مباراه او مباراتين، انت لا تنسى اصلا مربي، انت كمدرب تبني جيل، انت كمدرب تتعامل مع انفس، تتعامل مع انسان، ما بتتعامل مع ادوات. لذلك يجب ان تعطيه حقه وقت الحق، ويجب ان تاخذ حقك منه، لانه كل اللاعبين اذا شعروا بانه النجم يعامل مثله مثلهم هو طبعا سيدخل معهم، يعني معنى اخر سيضطر انه يعود ويلعب مع اللاعبين بكل ثقه. عندنا ثالث بيقول لك كيف نهيئ اللعيبه للعوده بعد الكورونا؟ كيف نهيئ اللعيبه بعد الكورونا؟ والله شوف، يعني انا يمكن عكس اللي بيحصل بكل النشاطات الرياضيه في الدول العربيه والاجنبيه، يعني انا غير مقتنع انه يكون في نشاط بدون جمهور مثلا، وغير مقتنع انه نعمل دوري او نكمل دوري واحنا اوريدي بدنا نرجع لسه نهيئ بدنيا شهرين، لانه اوريدي الشباب كلها قاعده 3 شهور تقريبا. فبالتالي انا بعتبر انه اللاعبين اذا عادوا الى الملاعب يجب ان يعودوا تدريجيا. ثاني شيء يجب يكون عندهم قناعه انه هو كان مستواه مثلا ليفل A الان هو بجزء ليفل C، لانه مش بايده يعني الجلسه في البيت بتنزل مستوى، يجب ان يعود تدريجيا الى ليفل A وان يبدا الشغل على نفسه، وان شاء الله يكون في البيت. يعني كثير انا من اللاعبين عندي حفزتهم بانه بيتمرن في البيت بحديد اذا كان دمبل او اذا عنده تريدميل او اي تمرينات بحيث يحافظ على لياقته على الاقل، بامكانه يمسك كره ويتعامل معها بالمهارات، احساس بالكره، يعمل دريبلينج، يشوت على الجدار مثلا، انه ما يفقد الاحساس بالكره حتى يعود. الان التهيئه النفسيه بالنسبه للاعبين لا اعتقد راح تكون صعبه. ليش؟ لانه اللاعب صار له 3 شهور في سجن وهو متشوق وعنده شغف لكرة السلة، راح تلاقيهم أنا بتخيل لو تركنا اللاعبين بالشوارع كله بركض بالشارع بيلعب كرة السلة. لذلك أنا أعتقد أنه المشاكل أو الجائحة اللي بتحصل أو التوقف اللي بيحصل الإجباري يعطي دافع للاعب أنه حابب يرجع يلعب، وهذه طبعا تستغل من قبل المدرب، وفرصة أنه إذا رجع المدرب على نادي وجاء اللاعبين والتزموا بهذه الأمور راح يلاقي أنه اللاعبين عندهم شغف كبير في التدريب، ويمكن يظلوا 2 أو 3 ساعات في اليوم ما عندهم مشكلة تعويضاً لما فاته. فأنا لا أعتقد أنه في مشكلة كلياً بطريقة كورونا، لكن أنا كخبرتي لن تكون الدوري ولن يكون بنفس المستوى، لأنه بحاجة لسه شهرين لتهيئة الفريق، وزي ما حكينا مرة ثانية نرجع للبريوريزيشن، تخطيط التدريب سيبدأ من أول وجديد. شكرا جزيلا. احنا حابين نشكر حضرتك، انا بشكر حضرتك بالنيابه عني وبالنيابه عن اسره كره السله المصريه. حضرتك صراحه دي واحده من اروع المحاضرات